السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونون بخير. هذا حسام ابراهيم وياكم. حلقتنا لهذا اليوم راح نتكلم بها بموضوعين، وهذه الحلقة عبارة عن سلبيات، ما راح تلقى بها شيء ايجابي، لانه الوضع بالنسبة للمنتخب الوطني العراقي وطوبة بشكل عام بالعراق هو وضع سلبي. ما حد يحس بحساب انه بعد لنا شهر او 35 يوم هيك شيء وتجي لعبة كوريا وكأنما احنا راح نفوز على كوريا بسهولة وانه احنا وضعنا كلش اوكي، وكأنما احنا ما نريد كأس العالم. خلاص هذا هو، ما نريد كأس العالم، احنا اوريدي ما راح نتأهل، فلا تعيرون اهمية المنتخب الوطني، لا تجيبون مدرب، لا تلعبون داخل ارض العراق، وخلاص ننهي كل شيء. حلقتنا لهذا اليوم راح تجيكم بعد قرار الاتحاد الدولي منع العراق من اللعب على ارضه بالبصرة بشكل رسمي. لكن احنا قبل ما نتكلم بهذا الموضوع خلينا نتكلم عن المدرب، لانه خلاص الموضوع وصل حد. بيوم الاثنين السابق، الاثنين اللي كان بنهائي كأس العراق، يعني تقريبا اذا تشوف الحلقة بهذا اليوم يمكن صار 8 ايام من اعلنوا، اياد بنيان طلع واعلن قال والله موضوع المدرب راح يتم الاعلان عنه خلال يومين. يومين ثلاثة مو اكثر والله. يومين يابي. يومين، واحنا اليوم 9 ايام او 8 ايام والى الان ما اعلنوا عن المدرب. احنا دائما نسمع من المصادر ومن الاخبار انه بعد يومين بعد يومين، فعلا انه الهيئه التطبيعيه كانت مقرره انه بعد يومين يعلنون اسم المدرب، لكن ما كانوا حاسبين حساب انه كيروش يطول عليهم. هم باختصار الهيئه التطبيعيه عندها فكره ببالها، كان ببالهم انه هو كيروش راح يعلن لهم انه هو موافق خلال يومين وبالتالي يعلنون المدرب خلال يومين. هم ببالهم شنو؟ ببالهم انه عندهم مدرب واحد بس هو المرشح الاول والاخير لتدريب المنتخب العراقي، اما موضوع ادفوكات والموضوع انه اكو مدربين اثنين فهذا الموضوع انا ما اعتقده حقيقي. يعني اوكي ادفوكات هم مرشحين، يعني دارسين السي في مالته ويمكن متواصلين وياه، لكن الفكر اللي ببالهم انه خلاص احنا نريد كيروش، لو كيروش لو ما نريد، لانه باختصار هواي صبروا على رد كيروش. يعني كيروش باكر تمرض ما رد علينا، شو نسوي؟ احنا نظل متمرضين، الكره العراقيه تظل متمرضه، خلاص بس كيروش ننتظر كيروش بس يدربنا من الاسبوع، اذا ما رد علينا احنا لازم ننتظر. هذا الموضوع بصراحه جدا مؤلم، لانه بكل امانه الواحد من يروح يتفاوض ويا مدرب يا اما يكون قوي يا اما لا يروح يتفاوض. انت اليوم عندك 3 مدربين مثل ما تقول تتفاوضهم، كيروش ما اجى انطيه مده خلال يومين ثلاثه ما رد خلاص اروح على المدرب الثاني ادفوكات اروح اجرب وياه. زين انت هسه يمكن كيروش جاء عرض اخر من منتخب اخر وما اجى وياك ما دربك، شو تسوي انت؟ حتروح على ادفوكات يمكن يقول لك اني ما دربك، لان انت لحد الان ما داخل دخول قوي على هذا المدرب، انت كل الثقل مالتك حاطه انه لو كيروش لو لا. يابا كيروش اذا ما رد خلال الفترة اللي حددتوها له روحوا تعاقدوا يا مدرب آخر، لأنه الوقت ضاع علينا، ما ظل إلا شهر وكم يوم ونروح نقابل الشمشون الكوري، وإحنا إلى الآن ما عندنا مدرب، ما نعرف من اللاعبين الأساسيين، وفوق كل هذا راح نلعب وياهم بكوريا، ومن نرجع نريد نلعب ويا إيران بملعب البصرة، ما راح نلعب بالبصرة راح نلعب بقطر، لأنه الاتحاد الدولي بشكل رسمي أبلغ الهيئة التطبيعية أنه خلاص ما راح نلعب إحنا بالبصرة بسبب الوضع الأمني. اللي قهرك شنو؟ الهيئة التطبيعية المفروض أنه تكون شوية بروفيشنال. أنا نصبح لحد الآن سامع الخبر وأكذب عيني، دائما أقول أنه هذا الخبر مو صحيح، إحنا لحد الآن ما إجانا تبليغ أنه راح نلعب خارج العراق، لأنه الهيئة التطبيعية إلى هذه الدقيقة اللي دا أصور بها الفيديو ما طلعت إعلان على مواقعها بالتواصل الاجتماعي الرسمية، ما طلعت بيان وقالت انه استلمنا خبر من الاتحاد الاسيوي او الاتحاد الدولي يقول انه لعبوا خارج ارض العراق خارج البصرة. الى الان لو تروحون تفوتون مواقعهم بالتواصل الاجتماعي الرسمية دا اتكلم ماكو هيك شيء. فجأة قبل ساعة يمكن طلع رد من مصدر بالهيئة التطبيعية يقول انه احنا راح نرد على هذا القرار وما راح نترك البصرة، حنروح لمحكمة الكاس، واعرف انه محكمه الكاس راح تطول وهذه الامور، لهذا راح نطلب المواجهه الثانيه اللي هي ويا ايران، راح ننقلها خليها نلعب اول شيء بايران، بعدين مواجهه الاياب نلعبها بالعراق بالبصره. طبعا هذا الحل يسموه انه حل مو منطقي، بكل امانه حل مو منطقي، لانه محكمه الكاس
راح تاخذ وقت، واحنا كعراقيين تجاربنا في محكمه الكاس عباره عن تجارب فاشله. ما في يوم رحنا لمصلحه الكره العراقيه ومحكمه الكاس جابت لنا حقنا، من إمرسون مرورا الى هواي شغلات ما قدرنا ناخذ من عندهم حق هذه المحكمه، بل اخذنا كله باطل، لانه هو كله عكسنا كانت النتائج والمحكوميات القرارات مالتها كلها غالبا تكون عكس العراق. اما موضوع نقل مباراتنا الاولى الى ايران، يعني مواجهه مالتنا بايران حنلعبها، هذا الشيء متوقف على انه الجانب الايراني يوافق، وبالتاكيد الجانب الايراني يريد يذهب الكاس العالم بسهوله، ما راح ينطينا الموافقه مالته. فاحنا باول مواجهتين امام كوريا وامام ايران راح نلعبها خارج ارضنا، لانه الارض المفترضه راح تكون قطر. الاتحاد العراقي اخبرهم بشكل رسمي انه احنا راح نلعب قطر حاليا، ونشوف شنو اللي يصير بعد اسبوع او اسبوعين، حنروح محكمه الكاس، حنعترض، ما اعرف شو نسوي. بينما شويه يتخدر الجمهور احنا اختارينا قطر وراح نلعب قطر. كل امانه كنت متوقع انه احنا ما راح نلعب بالبصره، ويمكن قبل 10 ايام سويت فيديو عن موضوع انه الارض البديله، وكنت متوقع انه احنا عندنا خيارين فقط لا غير، بما انه سوريا اخذت الاردن راح تبقى امامنا يا اما السعوديه يا اما قطر، وعلى الاغلب راح نروح لقطر لانه دائما الملاعب القطريه مفتوحه للعراق. لكن بكل امانه احنا اليوم اذا نتكلم عن الملاعب القطريه، الملاعب القطريه ما راح تفيد اللاعب العراقي، لانه قطر تعرفون اكو جماهير، والجاليه العراقيه اللي هناك اقل جاليه موجوده من بين الجاليات اللي موجوده بمجاميعنا. يعني انا اتذكر بيوم من الايام احنا لعبنا كاس العالم تصفيات او هيك شيء ويا الاردن، الجمهور مالتنا كان عباره عن 200 شخص، بينما الجمهور الاردني بوقتها كان اكثر من 700 شخص. ف يعني بصراحة بكل أمانة القرار هذا جدا راح يكون مضر بالنسبة للجانب العراقي. أنت تخيل أول مواجهتين كبيرتين راح نلعب ويا كوريا ويا إيران، ما راح نلعبها بالبصرة لأن كوريا أوردي هي المباراة بأرضهم. كان كل أملنا أنه نرجع ونلعب بالبصرة، لكن هذا الأمل تبخر. طبعا الجميع راح يلوم الهيئة التطبيعية، أنا لمتهم لأنه مع الإعلام تعاملهم مع إعلان هذا الشيء، الآن هذا الخبر ما كان احترافي، لأنه إلى الآن هم مغلسين، ومجرد أنه ردوا على هذا الخبر بموقع يمكن حتى الموقع مو عراقي، فاني أنتقدهم على هذا الشيء. لكن من تجي أنت تقول لي خلينا ننسحب والهيئة التطبيعية ما سوت شيء كله بسبب الهيئة التطبيعية، راح أقول لك إن شاء الله العراق من بدأ يلعب تصفيات كأس العالم إلى يومنا هذا نادرا ما لعب على ملعب الشعب أو على أرضه، فهذا الشيء لازم الجمهور العراقي يتعود عليه، أنه إحنا البلد مالتنا ما أعرف ما مكتوب لنا أنه نلعب على أرضنا، دائما يتحججون علينا أنتوا الوضع الأمني مو زين وهذه الأمور. بالتالي يعني هو مو صوت الهيئة التطبيعية، لأنه إحنا من أول ما بدينا من التسعينات يمكن أو بالثمانينات إلى يومنا هذا احنا نلعب خارج ارضنا التصفيات، ما صارت هواية مرات ولعبنا على ارضنا بالعراق، وبالتالي العراق يفقد واحد من اكبر الاسلحة اللي ممكن انه تأهلك الى كأس العالم. كل امانة اذا استمر الموضوع هيجي فموضوع تأهلنا لكأس العالم اصبح جدا صعب واصعب مما تتخيلون، لانه المنتخبات اللي ويانا منتخبات قوية وراح نروح انه نلعب بارضها، بينما احنا حنلعب خارج ارضنا. اللي قلت لك وين؟ اللي قلت لك انه الهيئة التطبيعية كان بامكانها ان تكون شوية اذكى من هذا الشيء، لكن الجمهور العراقي يمكن ما راح يتقبل هذا القرار. انا كنت اتمنى انه الهيئة التطبيعية تعرف انه العراق دائما يسحبون من عند المباريات ويقولوا لك الوضع الامني، كنت اتمنى انه الهيئة التطبيعية تروح تخلي المباريات مع العراق بكردستان العراق. اي حد يقول لي اوه لعبة كردستان العراق ملاعبهم مو زينه وش اسمه، لا عندهم ملاعب زينه، ممكن انه خلال شهر يسوون الارضيات مالتها، واعتقد اكو ملاعب جديده بكردستان حتى لو ملاعب صغيره. ترى بتصفيات كاس العالم 2018 من رحنا لعبنا بايران طونا ملعب هالقدوده، لعبنا هناك وقضينا الامور مالتنا. اذا كنت حاط هالمباريات مالتنا، اذا كنت مقترح قبل ما تقول البصره كردستان العراق، كان هسه ما اعتقد قالوا لك والله بسبب الوضع الامني احنا راح ننقل المباريات، كنت تقدر انه حتى تدخل جمهور عراقي تمشي موضوع الناس الملقحين، ممكن تفوتهم الملعب من ملاعب كردستان وتلعب هناك مبارياتك. حاليا نقلتها انت لقطر راح تفقد الجمهور وراح تفقد هوايه امور. طبعا انا كمتابع عراقي من سمعت هذا القرار جدا متشائم، لانه كنت اتمنى نلعب بأرضنا، كنت أتمنى نلعب بالبصرة،
لأنه أعرف صعوبة مشوار التأهل إلى كأس العالم، ومن دون أرض البصرة ومن دون أرض العراق موضوع تأهلنا إلى كأس العالم راح يزداد صعوبة. إذا كان هو سابقا صعب، فهالمرة 3-4 مرات أصعب مما كان عليه سابقا. على كل، قبل ما أنهي الفيديو، إحنا بالنسبة لموضوع المدرب دائما كنا نتمنى كيروش. أنا بالنسبة لي شخصيا وصلت لمرحلة يجينا أي مدرب آخر غير كيروش، لأنه كيروش شكله ما يريد يدربنا، نجبره علينا لو إحنا نروح ندرب نفسنا عليه. خلاص موضوع كيروش المفروض انتهت المدة مالته اللي منطيه إياه، انسوا كيروش. يعني اللي خلق كيروش خلق غيره، اي يمكن هي تطبيعية ما عاد هذيك الخيارات، لكن احنا حاليا وصلنا الوقت دي يمر علينا. فاذا كيروش ما يريدنا خلص اتركوا موضوع كيروش وانسوا هي تطبيعية وروحوا تعاقدوا يا غيره. اما بالنسبة للملاعب، احنا اختارينا قطر، لكن مستقبلا نقدر نغير ملعب قطر، لانه بتصفية كأس العالم 2018 اختارينا ايران، لكن لعبنا بايران ومن ثم لعبنا بماليزيا وعمان، فنقدر انه ممكن مباراة واحدة نلعبها بملاعب قطر، وممكن عسى ولعل الله يفرج علينا ونرجع نلعب بالعراق. طبعا هذا الامر مستبعد، وانا اعتقد مهما حاولت الهيئة التطبيعية فقرار لعب العراق خارج ميدانه هذا القرار متخذ من قبل شهر او من قبل شهر، من 2019 من شالوا التصفيات من عندنا والى الان ما رجعوها. هذا كل ما عندي في فيديو اليوم، انا اسف لانه طولت عليكم واسف لانه فيديو سلبي، بس هاي اخبار الكره العراقيه هي عباره عن سلبيات، والى الان احنا لازلنا ننتظر المدرب. اشوفكم بخير يا رب، مع السلامه.